عبد الحكيم، سؤال من شقين. الشق الأول، هل الأهلي عنده اعتراضات على التحكيم، عنده اعتراضات على إدارة المسابقة؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هل الأهلي تواصل مع رابطة الأندية فيما يخص اللعيبة المستدعاة لقائمة المنتخب الأولمبي؟ حصل تواصل؟ الشق الاول اللي هو الخاص عنده تحفظ على اداره المسابقه، طبعا ما فيش نادي في مصر ما عندوش تحفظ على طريقه اداره المسابقه. وانا هنا بس عايز اقول الكلمه اللي اخونا رامي بيقول لك ان رابطه الانديه عايز تحط استراتيجيه. رابطه الانديه دي موجوده لها 3 سنين. في انت اي رابطه انديه في العالم، انا قصدت لي جمله ان هم مين اللي جاي ليه. الانديه كانت بترفض بدايه الموسم ان هم يتم تعديل الدوري، يعني هم كانوا عاوزين النظام العادي، فدي كانت عامله لهم ازمه. هو انا ليه سالتك السؤال مين اللي جاي ليه؟ لان قصدي السؤال بالجمله دي يا استاذ ابراهيم، ان السيستم في اي حته في العالم ان رابطه الانديه ما بتشتغلش حسب مدتها. انا بعمل سيستم 5 سنين. ايوه تمام. السيستم انت لو انت ماشي دلوقتي بعد كل سنه سبت سيستم عدلت في اي حاجه، انت المفروض الطبيعي لو انت بتتكلم على المنطق ان انا اخد هيكل على الاقل يعمل نظام مثلا زي نظام مطبق في قطاع الناشئين، وهو ناجح جدا على فكره، ان انت تعمل الدور اول وبعد كده 10 و10 10 فوق او 10 و8 9 و9. هل انت مشيت في سكه زي ما انت جيت احمد دياب اول ما جه كان اول تصريح ليه؟ انا همشي خطه ان انا انزل عدد فرق الدوري واخلي العدد الاكبر في دوري المحترفين اللي تحت. طب الكلام ده حصل؟ ما حصلش. فانت ما عملتش سيستم. فالاهلي عنده مشكله طبعا، لان انت دلوقتي لما تيجي تلعب النادي الاهلي في البطولات، انا دلوقتي بلعب 21 مباراه في 66 يوم. هياثر على مين؟ لو انت عندك منتخب مش هياثر على المنتخب بتاعتك؟ 21 مباراه اجهاد مرعب. فالنادي الاهلي طبعا عنده مشكله في سيستم المباريات في لا فيما يخص التحكيم. ما هو معلم الاهلي اشتكى مره واثنين وثلاثه من التحكيم، وهو الاهلي طالب 4 مباريات الفاصله بالنسبه له، طالب حكام اجانب ليه؟ كلنا عارفين كل الانديه بتعاني من ازمه الدولار وازمه السعوديه عشان تدفع مستحقات لاعبيها. الاهلي يمكن طلع معاك دكتور سعد شهري بقى عم ندفع، كان هنا معاك مداخله بدفع 1,300,000 دولار رواتب شهريه. مظبوط. امال انا اروح ادفع ليه في ماتشين 80,000 دولار ولسه ماتشين تاني 80,000 دولار، يعني 160,000 دولار. فانا طالب تحكيم في 4 ماتشات. عشان كده فيما يخص المنتخب الاولمبي لم يتواصل بشكل رسمي احد حتى تلك اللحظه اللي بكلمك فيها فيما يخص لعيبه المنتخب. لكن الاهلي جاله كلام وجاله بشكل اللي هو ايه، في لاعب يجي يقول لك انا في فلان الفلاني كلمني انت عندك مشكله، زي مثلا مصطفى شوير. انت عندك مشكله تلعب اولمبياد؟ عبد المنعم انت عندك مشكله تلعب اولمبياد؟ امام عاشور عندك مشكله؟ محمد الشناوي عندك مشكله اولمبياد؟ ففي 4 من الاهلي تم التواصل معاهم وديا مع اللعيبه، انتوا عندكم مشكله. لكن الاهلي لحد اللحظه اللي بكلمك فيها لا.